هكذا هي يوميات الطبقات الهشة في الأرجنتين، طوابير أمام مطاعم الحساء في بيونس إيرس، ووضعية اقتصادية معقدة. بعد انتظار طويل تحصلت التاجرة المتجولة مريم سيدي ماركو وابنتها تيزيانا على وجبتي حساء العدس ساخنتين، وهي تعمل بائعة متجولة في الصباح ثم تتسول في قطارات الركاب في بيونس إيرس. إذا لم آكل فلا يهم، المغزى هو أن لابنتي طبقا من الطعام أنا أصنعه لها. مارتن لوبيز يحمل ابنه برونو البالغ من العمر عاما واحدا بجوار زوجته إيزابيل أثناء انتظارهما في الطابور لتناول وجبة مجانية في الكنيسة. لقد وقعنا في هذا الوضع بعد تدابير التقشف الأولى، ولم يعد بإمكاننا حل وضعنا الاقتصادي، وكأن ذلك لم يكن كافيا. فقد فقدت وظيفتي، أصبح كل شيء أكثر صعوبة. لذلك لسوء الحظ يتعين علينا اللجوء إلى مطابخ الحساء لتوفير وجباتنا اليومية. تتعدد قصص الفقراء في الأرجنتين، ويلجأ العديد منهم إلى مكب النفايات لتدوير البلاستيك والبحث عن مصدر رزق يسد احتياجاتهم اليومية. نعيش هنا طوال اليوم ونأكل من مكب النفايات، إنها الوظيفة اللائقة الوحيدة لدينا. هذا وأفادت وكالة الإحصاء الأرجنتينية الخميس الماضي أن معدل الفقر قفز من 41.7% إلى 52.9% خلال الأشهر الستة الأولى من رئاسة خافيير ميلي، وهو ارتفاع يعكس آلام برنامج التقشف الأكثر كثافة في البلاد، حيث انزلق 5.2 مليون أرجنتيني حتى الآن تحت خط الفقر، مما يمثل انتكاسة كبيرة للاقتصاد الأرجنتيني.